أذن على بركة الله وتوفيق متابع الكرام، نحييكم بأجمل تحية ونرحب دائما بكل المشاركين. تابعنا العديد والعديد من الأشواط الذي تمت انطلاقتها بعون من الله وتوفيقه، ولكن قبل أبدأ برحلة الشوط الثالث للجعدان المحليات الأصيل دعوني أعود بالتهاني وناموس تابعنا عالية الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه ويشكر عليه ملك ناصر بن سعيد الرميذي. شكرا يا أبو سعيد الذي قدم هذا الإبداع الكبير ومثل ميدان التراث ميدان سويحان الدائم بالإنجاز. ننطلق بشوط الجعدان المحليات الأصيل لسن الإذاعة عندما تابعنا الكثير. نتمنى بدورنا للجميع التوفيق. أبدأ مع المركز الأول، أتابع هناك بشار إلى المقدمة، يتابع سعيد بن محمد بن خالص العامري. نرحب أبو محمد بهذه المشاركة بحرياتي ويتقدم خليفة بن ثاني بن خليفة الذي يسير بخطى جميل متميز. عندما نتابع وانشاد نعود مباشرة إلى الأسماء الذي قادم بكل قوة. وين بنتابع؟ بناخذ المركز الثالث، يأتينا هناك سردال الذي قادم خليفة بن عيد بن محمد المزروعي يتقدم بعيد بالمسار الأجمل. أما المركز الرابع العودة إلى حامل رقم أربعة، وفي المرتبة الرابعة يا محاسن الصدف أشقر الذي قادم بكل قوة. من يتابع إذن هناك بالمسار الأجمل؟ إذن نعود إلى أشكر على المستوى الرابع. من يتابع؟ راشد بن سعيد بن غفان الجابري، هذا الشعار الذي تابعناه بنغطة جميلة كان عن طريق سن لقاية على ما يبدو لي إذا صح التعبير. نعود إلى خامس الأسماء، وين وصلنا؟ يتقدم بقيادة محمد بن حمد بن فلاج الاكتبي، يقدم لنا هذا الشعار الأجمل. هذا الشعار القفاية الذي قادم بكل قوة. نرحب أبو حمد للمشاركة، نرحب الجميع للمتابعة. وين وصلنا؟ إلى المركز السادس من الجانب الآخر ولا من الجانب الآتي؟ على كل حال من يحمل الرقم 13 هو متعب الذي قادم ناصر عبد المحسن الهاجري. نرحب شاعرنا الذي قادم بكل قوة، الذي قادم بكل إبداع الكبير. إذن عودة يا حول الكريم، عودة إلى المقدمة عندما نكمل النداء للست الأوائل. أكيد لنا عودة إلى المقدمة. أول رحلة الجعدان المحليات الأصايل، إلى وين الاتجاه يا أبو ثاني؟ إلى وين الناموس ممثل السمح الدايم الذي يتقدم بخطى جميل للغاية؟ بحر أنه يأتي على الصدارة الذي قدمنا البحر الهايج على المقدمة الشوط. يتابع خليفة بن ثاني بن خليفة الرميثي إلى المقدمة، ولكن شد الحيل سردال الذي قادم على المستوى الثاني يرافقه هناك أبو عيد الذي قادم خليفة بن عيد بن محمد المزروعي. بينما أتابع المركز الثالث وصل هناك بشار الذي يبشر بالانتصار يرافق أبو محمد أشعار الرموز الذي قادم بكل قوة. سعيد بن محمد بن خالص العامري يتغ
غدا بن محمد وياسير بن جاز المعتاد. وين وصلنا؟ الى خامس الاسماء، وصلنا الى خامس الاسماء. وصل قفاي الذي قادم محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الكتبي. اما المركز السادس يبدو لي من على بعد متعب الذي قادم ناصر عبد المحسن بن ناصر الهاجري يتقدم ابو بدر الذي ياتينا بكل الانجاز. هكذا النتيجة، هكذا النسمة الذي تشارك. ولكن عودة الى بحر، عودة الى بحر، متى بيهيج البحر؟ الله يا ممثل السمعة، الله عليك يا ممثل السمعة. الذي يتقدم بثاني يطير من انجاز المعتاد. مشكور يا من تتابع الصدارة، خليفة بن ثغري بن خليفة الرميذي. ولكن شد الحيل، هناك سردار الذي وصل ابو عيد قادم بقوة، خطير للغاية، خطير. المزروعي قادم بانجازة، قادم بابداع. وين وصلنا؟ المركز الثالث، المركز الثالث الذي قادم يتقدم من موقع سعيد بن محمد بن خالص العامري، يتابع النبشار الذي وصل. اما المركز الرابع هنا القدوم، وصل قفاي الذي قدم محمد بن حمد بن عبد الله بن فلوج الاكتبي. شوف الرباعيه، شوف الرباعيه. ولكن بروح الى بحر، بروح الى بحر. والله اسمن على مسمى، اسمن على مسمى يا ابو ثاني. بحر بحر بحر، من يحانك يتابع بحر، من يقود بحر؟ بحر مواجهه خطيره. الكيل وغادره، الكيل تخلصنا منها. اول رحله الجعدان، المحليات الاصايل. شد الحيل يا ابو ثاني، شد الحيل. انه بحر بدون اوامر، تذكر الجوقي محنته، العصابه الابطان. ولكن المزرعي واصل، العامري واصل. الامور يبدو لي بتحرك، بدا بتعد التنازليه، بدينا بالعد التنازليه. ولكن بحر الاقرب الى بدايه الشوط. بشار واصل بقوه، بشار واصل بقوة. ولكن وين، وين بحر يا اخوان؟ صلوا على النبي يا اخوان، تابعوا للصدارة. صباح الخير يا ابو ثاني، لا تقول للشي دخيلك، خلى على هذا الموال. بحر اسم على مسمى، بحر بحر بحر. من يتابع البحر؟ من يروم للبحر يا اخوان؟ الله، اذا خلاص باي باي، مع السلامة. سلامة. مشكور لدعم الرسمي ابو خليفة، دعم الرسمي ثاني بن خليفة بن احمد الرميذي. والشكر موصول لخليفة بن ثاني الرميذي. صباح الخير، بحر ينطلق باول اشواطنا الرئيسية، باول ابداعاتنا الرئيسية. سلام لأهل السمعة، سلام. مشكور لحظات الاخيرة، بحر ينطلق بالمركز الاول، يحمل الرقم واحد بالانتصار. تهانينا لخليفة بن ثاني بن خليفة الرميذي. شكرا يا ابو ثاني، شكرا على هذا الابداع. والله مثل ميدان السمعة خير تمثيل بالانجاز. المركز الثاني عندك يا سعيد بن محمد الخالص العامري، والمركز الثالث كان بقيادة هناك المتابع خليفة بن عيد المزروعي. المركز الثالث، اما المركز الرابع لنا عودة بالاسماء الذي تشارك النداء والابداع الكبير. ما شاء الله، بحر قدم عروض الجميله. وين وصلنا؟ الى المركز الرابع، يحمل الرقم 4 اشكر راشد بن سعيد الجابري على المستوى الرابع. والمركز الخامس، تهانينا لمحمد بن حمد بن فلاج الاكتبي. والمركز السادس الثاني موصوله لمالك الحذر سيف بن ضاحي بن سيف الرميذي. توقيت 7 دقائق 46 ثانيه. تهانينا وناموس للجميع.